يشارك وفد الشعب البرلمانية لمملكة البحرين اليوم في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي تستضيفها إمارة أبوظبي على مدار يومين، والتي ينظمها المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي تحت الشعار متحدون لصياغة المستقبل. وحول مشاركة مملكة البحرين في هذه القمة، معنا عبر الهاتف من أبوظبي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة جميلة علي سلمان، رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات. مساء الخير أستاذة جميلة، بداية لو تحدثينا عن هذه المشاركة. مساء النور. طبعا وفد مملكة البحرين اللي يتكون من عضوات مجلس الشورى وعضوات مجلس النواب، احنا اليوم الاول اللي قاعدين نشارك في القمة اللي تعقد في أبوظبي. طبعا هاي القمة تعقد لأول مرة في الشرق الأوسط، وبتكون يعني، وطبعا اليوم حضر هاي القمة الكثير من الشخصيات المهمة، منهم طبعا رئيس البرلمان الدولي، وأيضا كثير من البرلمانيات، ويمكن في حدود 50 من رئيسات البرلمانات في العالم. وحضر أيضا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، واللي كان طبعا ألقى كلمة داعمة للمرأة وأكد على دور المرأة في العمل السياسي. نعم. هذه القمة طبعا تناولت عدة محاور مهمة، وابتدت مناقشة اليوم أول المحاور اللي بتكون على 4 جلسات، وراح يعني طبعا متعلقة بالشأن السياسي وبالشأن الاقتصادي والإعلامي والتكنولوجي. المحور الأول اللي تم مناقشته فعلا يتكلم عن الدفع قدما بعملية السلام والأمن ودور المرأة في عملية الأمن والسلام، وطبعا وأسباب الصراعات اللي في العالم. نعم. والمحور الثاني راح اللي هو المحور الاقتصادي، اللي راح يتناول موضوع الرخاء الاقتصادي للأجيال القادمة ودور الشباب باعتبارهم هم عملاء التغيير في البلدان. نعم أستاذة جميلة. نعم. المحور الثالث راح يعني راح يتكلم عن البيئة وكيفية حماية كوكب الأرض، أساس أن إحنا نتمتع بكوكب أكثر صحة. أما المحور الأخير لهاي الأول يوم راح يتكلم عن دور البرلمان في الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووسائل الإعلام. نعم أستاذة جميلة. نعم. المرأة البحرينية استطاعت أن تقطع خطوات كبيرة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في المجال البرلماني، كيف من الممكن أن تسهم هذه المشاركة في نقل تجربة البحرين في هذا المجال؟ طبعا يعني ان البحرين او المرأة البحرينية لها تجربة جدا غنية في العمل السياسي، واحنا طبعا يعني اليوم ابرزنا خصوصا امام وسائل الاعلام المختلفة. طبعا هم ركزوا على دور المرأة البحرينية وعدد النساء البحرينيات في البرلمان، ودورها طبعا والدور المهم اللي تلعبه المرأة البحرينية. واحنا ذكرنا لهم ان المرأة البحرينية الان بقت تشكل تقريبا. نعم. 25% من عدد اعضاء البرلمان البحريني. نعم. وطبعا يعني هاي النسبة يعني اعتبرت يعني عالميا، ليس يعني هي النسبة المعتمدة عالميا. نعم. وطبعا يعني المرأة البحرينية احنا لا شك بان هي لها دور مؤثر في العمل السياسي وفي طبعا اتخاذ القرار، وهذه التجربة اللي احنا طبعا قاعدين ننقلها الى في من خلال هذه المحافل والمشاركات، يعني نالت اعجاب فعلا المشاركين والدول والدول المشاركة عن مدى يعني الدور اللي تلعبه المرأة البحرينية من خلال يعني الدور السياسي اللي تلعبه المرأة البحرينية، وشلون ان المرأة البحرينية وصلت الى. نعم. هذه المواقع وهي النسبة الكبيرة. نعم. في نعم من أبوظبي البرلمان. نعم من أبوظبي النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى الأستاذة جميلة علي سلمان، رئيس وفد الشعب البرلمانية المشارك في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات، شكرا جزيلا لكِ.